لا تصبح لفريق مولودية وهران المراوغة عن طريق موسي داخل منطقة العمليات. ممتازة هذه التسديدة، ممتازة من موسي، والحكم يشير إلى هدف لأنه الحكم المساعد صعد وقال أنه فيه هدف في هذه الدقيقة العاشرة. شوف كرة على الجهة اليسرى، توغل داخل منطقة العمليات دون انتظار، تسديدة قوية والكرة تكون قد تجاوزت الخط. شوف هذه التسديدة من موسي، إعادة التوازن لفريق شباب بالوزداد، نقول إعادة التوازن من ناحية النتيجة الفنية المسجلة حتى الآن. بينما هذه خطيرة 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 وضربة جزاء، خطيرة وضربة جزاء، يشير الحكم سعيد عوينة إشارة إلى لمس الكرة بيد أحد اللاعبين. سعيد عوينة صارم في قراره، متأكد من قراره. شوف اللقطة هنا، مرت ثم تسديده نجومو، لمس الكره باليد من احد المدافعين وغيرت مسارها في ضربه الجزاء، ومعادله النتيجه بواسطه يحيى الشريف. من معادله النتيجه، وقلت جمهور مقبول جدا من انصار الشباب، تنقلوا الى وهران لمؤازره ومسانده فريقهم. نقاش ينتظر صعود الرفقاء، يوزع بطريقة جيدة وتدخل الدفاع، تبقى الكرة لفريق شباب الوزداد. ممتازة 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 كرة الهدف الثاني، رائعة جدا هذه الكرة من نياتي بقدم يسارية قوية، رائعة جدا نياتي دون انتظار بقدم يسارية قوية قوية جدا. ناتاش ليس له إلا متابعة الكرة بعينيه فقط، غير منتظر بالنسبة لفريق مولودية وهران. بيد هذه الكرة خطيرة 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 هذه الكرة، وتدخل الدفاع والهدف الثاني وهدف التعادل عن طريق موسي. موسي لا يضع حد لفرحة شباب الوزداد، موسي ينجح في توقيع الثنائية. تدخل الدفاع ومتابعة جيدة من موسي الذي يتمكن من إضافة هدف ثاني مهم جدا لفريق مولودية وهران في هذا الوقت. عقبي مرة كورتو لزعبية داخل منطقة العملية، يبحث عن المراوغة، خطيرة والهدف الثاني. رائعة جدا هذه الكرة، رائعة 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 جدا من زعبية. يستلم الكرة، يحافظ عليها، يراوغ لاعبين اثنين ويسدد بقدم يسارية. طويلة هذه الكرة. خطيرة 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 خطير